بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر. اليوم جايبت لكم وصفتين للأفوكادو. إذا عندك أفوكادو مستوي تعالي نعمل هدول الوصفتين، وإن شاء الله رح تكوني كتير مبسوطة فيهم. رح نسوي الكواكامولي أو اللي هي صلصة الأفوكادو اللي هي المكسيكان، هون عنا بيحبوها وبيأكلوها مع الشيبس ومع كل السندوشات، بيحطوها السندوشات اللحمة أو الجاج. رح نجيب حبتين أفوكادو، لازم يكونوا طبعا مستويين. هاي هي الطريقة الصحيحة لتقشير حبة الأفوكادو، ما بنقشرها بالسكينة، بنعملها هيك بنفتحها بالنص وبنشيلها بالمعلقة، هيك بتنطفيها منيح بيطلعوا كل الأفوكادو معاكي، ما بيضل إشي في الهاي في الكشرة. بتشيل البذرة بالسكينة، بتضربي عليها السكينة وبتشيليها. إذا بدك تحطيها مع سلطة وهي بالقشرة تبعتها، أنا بسوي هيك خطوط بالسكينة بالطول وبالعرض وبعدين بشيلهم بالمعلقة، بكون كتير أسهل علي. طبعاً رح نهرسهم منيح، نشيل إذا نزلت القشرة أو نزلت هاي العنق تبع الحبة بنشيله أكيد، وبنهرسهم منيح. طريقة كتير صحية وزاكية وأسكى إشي بصراحة للأفوكادو. أنا بعمل طريقة تانية إذا بتحبي برضو، المتبل الأفوكادو بهرسه وبحط معه بس تومة وليمون وملح وبفرده هيك بالصحن وبحط عليه زيت زيتون إذا بتحبوا تغمسوه. راح نضيف حبة بندورة مفرومة، نص حبة بصل صغيرة، ملح حسب الرغبة طبعا، أنا دائما بضبط الملح بالأخير بعاود. وراح نعصر ليمونة كاملة لأنها بدها ليمون منيح، وخاصة يعني طعمها هيك دسم ودلع، فالليمون كتير بيزبط طعمها وبرضه بيخلي لونها دائما يضل فريش واخضر ما بيسود. الليمون كتير بيحافظ على لون الافوكادو، يعني انا ضل عندي لتاني يوم نفس اللون ما بيسود ابدا. تحطيه بعلبه بالثلاجه وبتاكليه وقت ما بدك اذا بدك. وانا هون بحب اكدمه مع الشيبس، شيبس التورتيا او خبز التورتيلا اللي بيعرفوه هناك ببلادنا، تورتيا هو التورتيا بنحكى. وحطيت طبعا كزبره خضراء، تفرمي كزبرة خضراء بتحطي معه وتحطي على الوجي وبناكله بالشيبس، أو بتحطي مع الساندويشات زي ما حكيت لكم، زي كيف الشاورما بنعملها، بس بنحطه هون بيحطوا اللحمة أو الجاج بيحطوا معها هاي الخلطة، كتير طيبة وأكيد رح تعجبكم إن شاء الله. هلا راح نسوي الوصفة الثانية اللي هي سموذي أو الكوكتيل تبع الأفوكادو. راح أحط بالخلاط كاستين حليب سائل بارد، طبعا الكاس مبين كبيره بس هي كاستين، وحبتين افوكادو اكيد راح لازم يكونوا مستويين. طبعا بدي احكي عن الافوكادو، لحفظ الافوكادو اذا عندك مثلا شريتي كميه وبدك اياها تخرب، او مثلا مش مستويه وبدك اياها تستوي، لفيها بجريده او باوراق، يعني بكيس ورق، وحطيها بمكان معتم، يعني بخزانه بصل او شيء زي هيك، يكون يعني مكان معتم ما في ضوء وبتستوي على طول. رح نحط هون كمان حبتين موز، حبتين أفوكادو، حبتين موز، كاستين حليب، ورح تحطي عسل حسب رغبتك انت، يعني كم بتحبي يكون حلو. انا حطيت هون تقريبا ربع كاسة عسل او يعني 4 معالق عسل، ورح نخلطهم بالخلاط ونصبهم ونزينهم بقشطة بمكسرات باللي بتحبي. والأفوكادو اذا ما بدك اياه يعني يخرب، انا بحطه بالتلاجة، بس طبعا اذا مستوي لازم نسوي راسا لانه ما له روح بيخرب بسرعه. هو انا زينته بفزق حلبي ولوز وحطيت هيك شويه عسل وحبه كرز، وهذا بيرجع لذوقك انت شو بتحبي تحطي على الوجه. بتمنى تجربوه وتحكوا لي شو رايكم فيه، ولا تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب، وأهلا وسهلا فيكم وصحة وألف عافية.